وجهك ما عرفت كيف انسرق صار العمر ورقة ورقة ينتسى وندرت تيرجع لقديس الورق يمكن لمحته بحبر عورائي مرق يمكن ضوي سراجه بديوان المساء ديوان المساء برنامج الشهر من اعداد وتقديم الشاعر حبيب يونس خلونا كلنا سوا ندخل عديوان المساء نحس الكلمة ونتسوق شعر نحس الكلمة ونتسوق شعر ضيفة الحلقة الشاعرة نجاة سنجد ديوان المساء الأربعة 6:30 المساء مباشرة على لبنان الثقافي مسا الشعر مسا لبنان مسا لبنان الحقيقي لبنان الثقافي فقالت تعظم حبا وتشتو على أجنح الشعر بعد وبعد تغرد نشوى وما في القوافي سوى عندلات فيشهق ورد تحلق فالغيم حبر رذاذ كأن الشتاء إلى الصفق يعدو وإذ ما تمادى الفضاء كأني به قد يضيق بها كيف يبدو رسولة وعد تبشر حبا فتزهو وعود بها ثم تغدو قصائد في بالها عصف شوق أحيل من الوعد يصدق وعده فتشدو الجراح ويشدو الحنين وما الحب إلا البشارة يشدو الشعر اللي طالع من الحب ترتيلة حب بتعظمه بتحلق فيه بالجوانح ما بيهمن اجت العاصفة أو تخبت العاصفة بدروة أدواوينا بنت النورين مربية وأستاذة ومجازي بالفلسفة وشاعرة من الجرد لشط البحر نجاة سنجاب مساكي شعر وحب والعاصفة مش ميشا ولا ساندي العاصفة نجاة شو المثل الحلو هيدا اللي خجلني وفعلا افتخر فيه هيدا بس بيلبق لك نجاة لأنه هلا بس الناس تعرف انت شو بتكتبي بتحس اني عم حط اللي كل مقام مقال مش هيك هذا المقال بهالمقام احنا بنستوحي منك يعني بشو ما اهلا فيك قبل ما نبلش حلقه توجيك ما عرفت كيف انسرق صار العمر ورقة ورقة ينتسى وندرت تيرجع لقديس الورق يمكن لمحته بحبر عورائي مرق يمكن ضوي سراجه بديوان المساء ديوان المساء برنامج الشهر من اعداد وتقديم الشاعر حبيب يونس خلونا كلنا سوا ندخل عديوان المساء نحس الكلمة ونتسوق شعر نحس الكلمة ونتسوق شعر